يتذوق النبيذ اللبناني مبديا اعجابه الشديد بطعمه واصوله. انه فيليب فاغبخاك الذي انتخب افضل صانع للنبيذ في العالم للعام 92. يعتبر النبيذ اللبناني بشكل عام مزيجا من الكرم والخبره. La générosité et le savoir-faire. 29 منتجا عرضوا اصنافا عديده من النبيذ اللبناني في يوم النبيذ اللبناني الذي تستضيفه فرنسا للمره الاولى، ويرعاه رئيس الجمهوريه اللبنانيه بالتعاون مع المنظمه العالميه للكرم والنبيذ ووزاره الزراعه اللبنانيه. وقع الهدف من هالنهار هو زياده كميه الصادرات، هي ارتفاع انتاج نسبه انتاج النبيذ بلبنان، مما بيامن فرص عمل ومما بيأمن تصريف لعنب التصنيع، لأنه هذا بيشكل المواد الأولية لصناعة النبيذ. J'espère que ça va être un très bon succès pour la vin du Liban et c'est aussi un succès et on est très orgueilleux nous en tant qu'OIV qu'un de nos membres puisse faire une telle présentation d'un tel niveau. خطوة هامة أعلن عنها ممثل منتجي الكرمة والنبيذ الوزير السابق سليم وردي، وهي الاتفاق على إنشاء معهد للكرمة والنبيذ في لبنان. بيروت ستكون أيضا على موعد مع مؤتمر للنبيذ اللبناني في أواخر شهر أيلول المقبل، يتضمن جولة مع الخبراء على المناطق اللبنانية المصنعة للنبيذ. يسعى القيمون إلى نقل يوم النبيذ اللبناني العام المقبل من باريس إلى ساو باولو البرازيلية من أجل حصد انتشار في أمريكا الجنوبية، انتشار تصبح معه هذه الصناعة اللبنانية كما قال مدير عام وزارة الزراعة اللبنانية سفيرة في كل قارة العالم. ميساء إسماعيل، المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال، باريس.